خلاص يا أخي، كل يوم تأخير كل يوم تأخير، وسايبني أنا لوحدي أقعد أضبط كتير كده يا أخي. أنا زميلك معاك في الجسم. أنا شفت كيف تمسخرنا اليوم على السوشيال ميديا؟ أيوة شفت، طال عمرك شفت. ومبسوط؟ لا ماني مبسوط، أنا متضايق والله وزعلان كمان. مانعين تي شيرت عليه زخرفة جدا عادية وماني شايفة معها أي شيء. قال إيش لما نصفط هذا التي شيرت يطلع شعار إسرائيل؟ بالله عليكم هذا كلام؟ وين عقلكم أنتم؟ والله طال عمرك أنا كلامي كان تقريبا زي حضرتك، بس إيش تبينا نسوي؟ خلاص عقد الموضوع انتشر يعني. طيب وشو اللي مانعينه؟ هذا دوخي رئيس القسم هو والمواطن سعود، هم اللي قالوا لي لما المثلث اللي تحت، لما الفهيقة تيجي على المثلث اللي فوق يصير مين فهيقة؟ المثلث أفهقة، أفهمها. إذا فهقنا مثلث اللي فوق والمثلث اللي تحت إذا فهقناه يطلع الشعر. أي بعد الفهيقة هذه أنا سمعت كلامه لأنه هو أعلى مرتبة مني وأقدم خبرة، فنفذت له اللي يبغاه. صحيح. يعني ما في مصيبة تصير بهذه الإدارة إلا لازم اسم دوخي مرتبط فيها. ممكن أفهم وشو لما نعين التيشيرت؟ ما يبي لها شيء يعني، ما يبي لها شيء. تيشيرت عليه شعار إسرائيل يعني كيف بأمنع؟ شفت بعينك أنت شعار إسرائيل على التيشيرت؟ حقيقة ما شفت، يعني عشان أكون صادق يعني ما شفت، بس حنا قلنا يعني تحسباً للقيل والقال والشوشرة قلنا نمنع. وهذا نجبت لنا الشوشرة وضحكت علينا الناس. يا بنت الحلال، شوشرة إن الناس يضحكون علينا هون من شوشرة إن الناس يقولون هذول قاعدين يمررون شعر إسرائيل. أنت يعني تحسبين الموضوع سهل؟ موضوع ترى هذا أكبر مني ومنك. غير إنك غلطان بعد جالس تتفلسف. شف من اليوم ورايح رئيس القسم الفعلي هنا عبد الفتاح، راح تسوي اللي يقول لك عليه، واللي يرفضه ما راح تسويه. شو الكلام هذا؟ شو الكلام اللي انت بس كذا يعني خبط لزق؟ كلام هذا ما كيف يعني؟ اذا ما هو بعاجبك ومعترض على ذا الكلام، شايف نفسك اكثر خبره واقدم منه، قدم طلب نقلك بالاداره هذه وصدقني راح اوقع لك وانا سعيده ومبسوطه. جلطتك يا واد، جلطتك افحمتك. يلا 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 يلا، اطلب لي شاي. ايش فوضى هي؟ لا بس كذا فوضى هي فوضى سكر وسط. اطلب